رفع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس المجلس النواب التهاني والتبركات إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه، وذلك بمناسبة صدور تقرير الخارجية الأمريكي وتحقيق مملكة البحرين الفئة الأولى في تصنيف الدول الخاص بمكافحة الاتجار بالأشخاص. وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعتبر تقدرا وتقديرا دوليا وإنجازا وطنيا للمشروع الإصلاحي بقيادة العاهل المفدى وتوجيهات سمو رئيس الوزراء الموقر، وللجهود الكبرى التي يبذلها سمو ولي العهد في إصلاح سوق العمل من خلال تمتين البنية القانونية والتنظيمية للسوق والواقع الاقتصادي. وأضاف معالي رئيس مجلس النواب إننا في المجلس النيابي إذ نفخر بالتطور الكبير على مستوى تنظيم السوق المحلية، فإننا كنا ولا نزال نراقب المشاريع التنظيمية التي بادر بها سمو ولي العهد خلال السنوات الماضية التي هيئت الأجواء المناسبة لازدهار الحراك فيها، مشيدا بالدور البارز الذي قامت به وزارة الخارجية ممثلة في اللجنة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص.